انا هحلهم تاني، دي اسمها اكسباندد فورم، هحلهم تاني وانت ايه تعمل تشيك معايا شوف انت صح ولا غلط. اول واحده اللي هي الايه، خد بالك احنا قلنا ده وانز ذا تينز ذا هندرد ثاوزاند، انت ممكن تبدا من الوانز، الايت دي تبقى الواحده من غير زيرو خالص، بعد كده الفايف هتبقى 50 عشان هي تينز فيبقى لها زيرو، بعد كده 2 هتبقى 200 عشان هي ايه 100 لها 2 زيروز، بعد كده 7 هتبقى 1000 عندها 3 زيروز او ده. طيب لو جينا بصينا على دي برضو هنا نفس القصه، ال 2 دي 1 تبقى لوحدها، طب افرض واحد كتب ال 2 من هنا مش غلط يعني كتبها هنا عادي، وبعدين قام كتب ال 6 كتبها 60 مش غلط، وبعدين كتب ال 3 300 بعدين الفور في الثاوزن انت هتطلع 3 زيروز برضه صح، لو انت عاملها عندك صح اعمل صح عندك ماشي يا عمر، عاملها مطلعها زي ما انا عاملها كده ولا مطلعها غلط؟ يعني اللي يكتبها كده صح واللي يكتبها من هنا صح، يعني اللي يكتب الـ 2 الاول وبعدين الـ 6 بعد كده وبعدين الـ 300 بعد كده وبعدين الـ 4000 بعد كده برضه صح، يعني اللي يعملها كده صح واللي يعملها كده صح ماشي يا عمر، شوف انت صح ولا غلط وايه واعمل صح ماشي. طيب تعالى بعد كده الفوره اهي، الفوره هتبقى لوحدها في الوانز يبقى 4، طب ال 2 دي 10 يبقى 20، ال 1 ده 100 اهو عشان هو ايه، طب ال 7 هتبقى 7000. طيب لو جينا بس بعد كده برضو نفس القصه، احنا قلنا بقى دي اسمها ايه؟ اكسباندد فورم، اكسباندد فورم يعني ان انت بديك النمبر كده وانت بتفككه خلاص؟ طيب بعد كده في 8 بقى اهو، 8 مكتبين ال 8 لوحدها، ال 1 في ال 10 نكتبه 1 نكتبه 10، ال 3 في ال 100 عشان 3 في ال 100 نكتبها 300، ال 6 في ال 1000 نكتبها 6000. طب افرض واحد كتب واحدة قبل الثانية، يعني مثلا قام كاتب ايه؟ قام كاتب ال 300 قبل ال 10، كتب هنا ال 300 وكتب هنا ال 10 مش غلط، يعني انت لو غيرت الترتيب مش غلط معايا يا عمر؟ طيب نيجي على اخر واحدة دي، بص بقى ال 4 في ال 1 يعني كتب 4، بص بقى الزيرو ده في التنس مش بنحط له كمان زيرو، بنكتبه زيرو، يعني الزيرو لو جه في التنز نكتبه زيرو، لو جه في الهندرد نكتبه زيرو، لو جه في اي حته نكتبه زيرو بس. ال1 ده في الهندرد نكتبه 100 كده، تو زيرو. ال2 في الثاوزند نكتبها 2000. ماشي؟ انت حليتهم كده ولا في غلط عندك؟ يا عمر. الو؟ حليتهم كده ولا في غلط عندك؟ طيب تمام اعمل جنبهم بقى صح طالما انت حللهم صح كده. طيب هنشوف بقى ايه العكس بقى، العكس انه يدي لك دول ويقول لك اعمل لي التنم ستاندرد فور. بص بص يا عمر بقى، ممكن يقول لي العكس، يقول لي رايت ان ذا ستاندرد فورم، بص كده يقول لك ايه رايت ان ذا ستاندرد فورم، يجيب لك بقى العكس يعني يجيب لك اليونتس والتنز والكلام ده وانت هتجمع النمبر اهو. بص اهي نمبر 1 هيقول لي كده، بص 2 بلس 30 بلس
وانا اعمل انا النمبر بقى. طب اعمله ازاي؟ اهو بص بقى، هقول لك انا اول واحده. هتقوم انت عامل ايه؟ اه نو، شايفين احنا عندنا ادي وانز تنز هاندس. الاول عندنا هنا الوانز اهو، ده وانز، بعدين تنز، بعدين هاندرد، وبعدين ثاوز. بنقوم احنا كاتبين كل واحد في مكانه بقى. التو دي هي اللي في الوانز عشان ما عندهاش زيروس خالص، هنقوم كاتبينها هنا. طيب الفورتي دي يعني فور، نكتبها في التنس بس ما نكتبش الزيرو. لما اجي اكتبها في التنس ما اكتبش الزيرو تاني، هقوم كاتبها فور بس كده. طيب ال 300 دي 3 في ال 100، هقوم كاتبينها في ال 100 بس من غير الزيروس خالص، نكتبها من غير الزيروس خالص. طيب ال 6 دي 1000، نكتبها في 1000 بس من غير الزيروس خالص كده، تمام؟ هم كاتبين النمبر كده. فاهم يا عمورة ولا مش فاهم؟ الو يا عمر. طيب ماشي، عشان هدي لك مثال بقى تعملها. طب بص، ساعات ممكن يلخبط لك المسألة. لخبطها لك ازاي؟ يعني يجيب لك ال 100 قبل كده مثلا، يقول لك 200 هنا كده بلس مثلا 50 بلس 3000 بلس 4 كده مثلا. بص هو كده بيلخبط لك المسألة خالص، بس عادي عادي، احنا هنمشيها واحد واحد، كل واحد نحطه في مكانه. يعني انا هكتب كده اهو الوانز، هكتب التنز، واكتب ال 100، واكتب ال 1000. بص بقى هقوم شايف مين اللي في الوانز، الفور اللي ملهاش زيروز ده خالص، اقوم كاتبها هنا في الوانز. طب مين اللي في التنز، الفايف عشان لها زيرو واحد، كاتبينها هنا. طب مين اللي في ال 100، التو عشان هاز تو زيروز، عندها اتنين زيروز اهم، كتب هنا. طب مين اللي في ال 1000، ال 3 عشان عندها 3 زيروز، بتكتب هنا اهو. طيب تعرف تقرا النمبر ده يا عمر؟ اقرا كده. مظبوط، 3254. تمام. طيب بص بقى، هكتب لك انا مسائل وانت تعملها لي بقى. بس هلخبطك في المسائل، حط كل واحد في ايه بقى، في مكان. بالك انا هلخبط لك فيهم يعني، مش هجيبهم لك مترتبين. طيب انت هتحط كل واحد في مكانه، اللي في الوانز في الوانز، اللي في الوانز هو اللي ما عندوش زيروس خالص زي السبع، اللي في التنز اللي عنده زيرو واحد زي السكس، اللي في الهندرد اللي عنده تو زيروس زي الفايف كده. اشرب مي، ايه؟ اشرب مي. ماشي. خد بالك اهم حاجه تعرف كل واحد في مكانه البليس فاليو بتاعته. يعني ايه البليس فاليو؟ يعني مثلا ال 1000 لازم احطها يعني هنا زي 3000، ده البليس فاليو بتاعته 1000، لازم اكتبه 3 في ال 1000 في بيته، لازم اكتبه في بيته. يعني ما ينفعش اكتب ال 3 دي تحت ال 100، ما ينفعش، لازم كل واحد يتكتب في بيته. اوكي اوكي.
يلا اعمل دول برضه لما تخلصهم نحلهم. هحلهم وانت تعمل تشيك معايا تشوف انت صح ولا غلط. اوكي ماشي في حالي يا عموره ولا صعبه؟ حلهم خلصهم كلهم وبعدين هبتدي نشوف، هبتدي انا احلهم تاني وانت تعمل تشيك معايا. اوكي؟ ماشي. بس انت بصراحه اكسلنت يعني. ايه يا عموره؟ تمام. ماشي حبيبي، خلصهم كلهم للاخر. يعني عايزك تعتبرهم زي كويس كده، خلاص كلهم الاخر بعدين ابتدي انا احلهم وانت تعمل الكوريكشن معايا. خلصهم بس كلهم للاخر وهنبتدي نعملهم كوريكشن. احلهم انا تاني وانت تشوف انت معايا صح ولا غلط. زي ما انت حليت البيت. خلصتهم للاخر لحد اخر واحده. طيب انا هحل تاني وانت عامل كوريكشن معايا، اللي تلاقيك عاملها صح اعمل صح جنبها. بص هو انا بيلخبطك، جايب لك الايه، بادئ لك بالتنز وبعدين ال 100 وبعدين الايه الوانز. انا مش هلخبط نفسي ولا حاجه، انا اقوم كاتب كده اهو عشان ما الخبطش نفسي. ادي الوانز وادي التنز وادي ال 100 وادي ال 1000، وابتدي احط كل واحد مكانه في بيته او البليس فاليو بتاعته. البليس فاليو يعني بيته، يعني ال 60 ده تنز، نكون كاتبينه في التنز بس نكتبه من غير زيرو اهو. طب ال 500 ده تبع ال 100، نكتبه في بيت ال 100 يعني نكتبه هنا بس من غير الزيروز خالص. طيب ال 7 ده ملوش زيروز يبقى ده وانز، يتكتب هنا. 2000 ده في 1000 يتكتب هنا. اوكي طيب تعالى اللي بعديها برضه 1 10 100 اهو، ادي 1 10 100 1000 اهو. نبتدي هم عاملين ايه بقى؟ هو كاتب لي اول حاجه 800، يبقى انا هكتبها في البيت بتاع ال 100 اهو. طيب 3000 اكتبها في البيت بتاع ال 1000 من غير زيروز. 20 تبقى في البيت بتاع التنز من غير زيروز. ال 6 دي ما عندهاش زيروز يبقى دي في البيت بتاع الوانز اهو. انا كتبنا النمبر، عايز اقراه بقى 3826 ده 2567. طيب اللي بعديها هكتب برضه وانز تنز 100 1000 كله كده اهو. وانز تنز 100 1000. مين اللي في الوانز؟ اول حاجه 7000 قابلتنا، نكتبها في 1000 اهي. طيب بعد كده 2 دي في ال 100 اهي، يبقى من غير زيروز.
بعد كده الـ 8 دي في الـ 10s اهي reserves، بعد كده الـ 3. طيب آخر واحدة اللي هي إيه؟ دي برضو هكتب ones tens hundred thousand. ماشي، أول حاجة قابلتنا الـ 8 هكتبها في الـ ones، بعد كده قابلنا 20 هكتبها في الـ 10s بسم الله زيرو، بعد كده الـ 5 في الـ 1000 هكتبها هنا في الـ 1000 زيروز خالص. بعد كده ده نسيت، انا عملت لك هنا 8 وهنا 4. خد بالك بقى لو انت لقيت هنا 8 وهنا 4 دي خليها اقولها لك الحصه اللي جايه عشان ما تلخبطكش. دي كانت 80 معلش، دي كانت 80، دي كانت 8 ودي كانت 400، دي كانت 400. احط ال 4 هنا في ال 100. ماشي؟ طيب تمام، انت طالما عاملهم صح يا عمر علم نفسك صح، اكتب اعمل جنبهم صح وتقدر تكتب خلاص. طيب هكتب لك بقى هومورك على المسائل دي، هكتب لك هومورك على المسائل دي اهي، وممكن يدي لك ايه بلس وماينس وكده، وانت ايه هصوره وابعته لك على الواتساب على طول. ده الهومورك اهو، بس الهومورك يا عمر تبقى تحله، الهومورك تبقى تحله وتبعته لي على الواتساب. تمام، انا هصوره لك، انا هصوره لك انا بلاش. عايز انت تنقله ماشي، بس انا كده كده هصوره وابعته لك ما تقلقش. دول هوم ورك عايز تصوره عايز تكتبهم ماشي، عايز تصورهم انا كده كده هصوره وابعته لك على الواتساب ما تقلقش. بس عايزك تاخد بالك هي بلس ولا ماينس، عايز تاخد بالك من المساله هي بلس ولا ماينس، وطبعا في الماينس لو اللي فوق صغير لازم اعمل بورو، ما تنساش الحته دي. دول كده اول حاجه، بعد كده اقول لك كومبليت بقى وادي لك على مين ده كويشن 1 يعتبر. كويشن 1 فيه 3 بروبلمز، كويشن 2 اقول لك كومبليت في حاجات انا هجاوبها لك منه، هجاوب لك منه واحده بس. وانت هتكمل انت الباقيين. لان هو بيجيب لك السؤال كده، بيجيب لك واحده وانت تكمل الباقيين، طالما يجيب لك كومبليت. لو جاب لك في كومبليت بيجيب لك واحده متجاوبه وبيجيب لك وانت تكمل الباقي. دول هيبقوا الهوم ورك بتاعك، هتعملهم انت وتبعتهم على الايه يا عموره؟ على الواتساب. انا دلوقتي هصورهم صوره هبعتها لك برضو على الايه؟ على الواتساب. ماشي يا مس. ماشي يا عمر؟ هتحل دول انت بقى وتبعتهم لي على الواتساب. اوكي ماشي حبيبي، طيب سلام عليكم.